طيب منيب، معلش هو يعني سؤال يمكن يبدو ان هو ساذج شويه. لا لا، بخصوص الربابه، اوكي، احنا ده تراثنا ودي حياتنا بالربابه، وانت راجل يعني محترف جدا فيها. اول حاجه، ازاي اتعلمت الربابه؟ رقم اتنين، معلش يعني هو ليه الربابه دي مختلفه دايما عن اللي احنا بنشتريها من الراجل؟ اكيد طبعا لازم الراجل تلاقيه بيعزف ما شاء الله، ايه مزيكا تشتريها منه تلاقيها مش عارف قلبت مره واحده. طب احنا هنبتدي بالموضوع ده. طيب يعني هو موضوع الربابه اللي بتتباع في الشارع طبعا هي مختلفه خالص عندي، هي هتبقى حته خشب بقى وعليها وترين وموضوع مختلف خالص. بس ليه انت برضو لما بتشتري الربابه اللي في ايد الراجل اللي هو عندنا كلنا ما بتعزفش؟ هو ببساطه هو يعني زي الكمانجا، انا دلوقتي بعزف كمانجا. حلو، لو اديتها لك هتطلع منها برضو نفس الصوت اللي هو عشان احنا مش متعلمين ربابة. هي بالظبط ليها وضعية القوس على الوتر دي، بتقعد تذاكرها كتير قوي. طبعا الراجل اللي في الشارع هو ما درس، بس هو بالفطره كده قعد يجرب كتير قوي لحد لما وصل لصوتها، كان صبور. فهي عامه تعليم الالات الوتريه بشكل عام بيحتاج صبر وطولة بال. وانا طبعا بيجي لي ناس كتير بتسالني عايزين نتعلم مثلا كمانجا، فاول حاجه بقول له انت لازم تكون صبور. كمانجا انا ابتديت وانا عندي 7 سنين. الناس طبعا بتشوف الحاجه النهائيه طالع الحفله كده، طب يعني انا ممكن اجيب الكمانجا دي واتعلم عليها؟ فلا، هي هو مشوار طويل جدا جدا. ودي كمان فهي دي ربابه برضو، في الربابه سهلة برضو. مش سهله، بس هي مش بنفس صعوبه الكمانجا طبعا. يعني انا علمت نفسي بنفسي، ما حدش علمها لي، وقعدت اطبق كده الحاجات اللي انا عارفها في التكنيك بتاع الكمانجا على الربابه. فطبعا هي مختلفه طبعا مسكتها وكل حاجه، بس في تشابهات. في وتر برضو، او هي اله وتريه برضو. بالظبط بالظبط. وبعدين الربابه دي مختلفه، دي صناعه حسين درويش، هو عاملها لي كاستم ميد، يعني حاجه مخصوصه برضو عشان عارف ان انا بعزف كمانجا، فعملها لي باوتار كمانجا. بس هي طبعا مع الربابه وكده بتطلع صوت تاني خالص.